في الأقصر تم تنظيم دورة تدريبية للإعلاميين بعنوان إعلام من أجل التنمية، وذلك للتدريب على صناعة الأخبار وإعداد التقارير الإخبارية حول قضايا السكان والتنمية في مصر، بحضور الإعلاميات شهيرة أمين ولينا الغضبان وصفاء عبد الحميد. تحت عنوان إعلام من أجل التنمية، نظمت بالأقصر دورة لتدريب الإعلاميين بمحافظات الصعيد لصناعة الأخبار وإعداد التقارير الإخبارية حول قضايا السكان والتنمية في مصر. استهدفت الدورة تدريب 34 إعلامي وصحفي من محافظات جنوب الصعيد لاعتبارها الأكثر تعرضا لهذه المشكلة، وعددهم 6 محافظات منهم محافظة الأقصر قنا وأسوان. تهدف الدورة إلى تدريب الإعلاميين على صناعة أفكار جديدة خاصة بعرض مشكلات السكان بشكل أكثر إيجابية، وإنتاج أخبار خاصة بقضايا السكان، وتغطية شاملة لقضايا السكان للمساهمة في زيادة الوعي والحد من مشكلة النمو السكاني. المشروع بدأ في القاهرة واستهدف مجموعة من الصحفيين ومن الإعلاميين في القنوات التلفزيونية المختلفة، وبعد كده انتقلنا لمحافظة المنيا وغطينا تقريبا 6 محافظات من محافظات الصعيد، وتم تدريب مجموعة متميزة من الإعلاميين على تغطية قضايا السكان بشكل أكثر جاذبية، ومن المنيا توجهنا للإسكندرية وتم تدريب مجموعة برضو من الإعلاميين، وأخيرا كان وجودنا في الأقصر مستهدفين كل المحافظات التي لم تتلقى التدريب، وده بهدف إن الإعلاميين يلعبوا دور أكبر على الساحة وإنهم يقدروا يوصلوا الأفكار الخاصة بقضايا السكان بشكل أكثر جاذبية للجمهور، باعتبار إن محافظات الصعيد هي المحافظات الأكثر إنجابا والأقل حظا في الحصول على تدريبات خاصة بالإعلاميين. بيهدف المشروع في النهاية إننا ننتج قصص إخبارية وننتج أخبار خاصة بقضايا السكان تهم شريحة كبيرة من الجمهور، وإن الجمهور في النهاية يحس إن التزامه بما يعني تطالب به الدولة هو شيء بيصب في مصلحته، يعني تغطية قضايا السكان أو إننا يبقى عندنا وعي أكبر بقضايا السكان، ده في النهاية هيبقى في مصلحة كل إنسان قادر أو بيحب إن هو يعيش حياة أكثر جودة، وبالتالي فالدولة هتلتزم. إحنا كإعلاميين لازم نبقى شايفين كل اللي بتقدمه الدولة من خدمات، وبنقدر نقيم الخدمات دي لمصلحة الدولة في النهاية إنها تحقق أهدافها في الحد من النمو السكاني، وكمان احنا كإعلاميين ازاي نقدر نعبر عن القضية دي بشكل يبقى اكثر قربا من الجمهور اللي بالنسبة لمحافظات الصعيد او محافظات الوجه البحري هو جمهور يعني محتاج انه يعرف اكثر معلومات، محتاج انه يفهم اكثر، وبالتالي هو يقدر يتعامل مع قضية السكان. الأقصر في ورشة عمل عن تغطية العنف ضد المرأة، وأنا ورشتي بالذات عن الأخلاقيات والآداب الصحفية، إزاي نغطي ونلتزم بالأخلاقيات المهنية وكمان مهارات الحديث، خصوصا أما نكون بنتعامل في قضايا فيها ناجية ما بنحبش تسميهم ضحايا العنف، بنسميهم ناجية عشان ده بيدي قوة وإصرار أحسن من كلمة ضحية. فأنا شايفة إعلاميين ما شاء الله، عندنا 34 صحفي وصحفية من جرائد مختلفة، مراحل متفاوتة، يعني في مبتدئين وفي ناس مهنيين، فبنحاول نستفيد من خبرات بعض ونتناقش عشان في الآخر نوصل، يعني أهم حاجة إن تكون صحافة ملتزمة مسؤولة مهنية، يعني بتعالج مشاكل المجتمع بدل ما تزودها. هذا التدريب من خلال مشروع إعلام من أجل التنمية، طبعا قضية مهمة جدا جدا هي القضية السكانية اللي يمكن رئيس الجمهورية حذر من خطورتها، وإنها بالضبط زي خطورة الإرهاب في مصر، وبنتمنى إن شاء الله إحنا كإعلاميين نتناول القضايا السكانية بمنظور جديد جاذب للمواطن وإشراك المواطن مع الدولة في حل
هذه المشكلة أو أن احنا نتعاون من أجل إيجاد يعني حل لهذه المشكلة. ويمكن أنا من خلال عملي الإذاعي وتناولي للقضايا السكانية من خلال طبعا البرامج ومن خلال الفترات المفتوحة مع المواطنين ومع المسؤولين، وكمان يعني تشرفت بأن أنا عملت مسابقة سكانية على مدى 3 أشهر في عام 2010 و2015. وبالفعل لابد أن الإعلامي يبقى مقتنع تماما بأهمية القضية السكانية ومحاور هذه القضية، وخاصة المحاور الجديدة، وكمان القضايا اللي بترتبط بالعنف ضد المرأة وإزاي نقدر نتناولها بأسلوب مناسب جدا يعني لا يخدش الحياة أو لا يعني يجعل الإعلامي متحيز ضد الناجية أو الضحية من بعض أعمال العنف ضدها. ويمكن ده منظور جديد من ضمن القضية السكانية، وهو العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، سواء كان عنف جسدي أو نفسي. وطبعا يعني أشكال العنف ضد المرأة متعددة، زي التحرش والاغتصاب وزواج القاصرات والزواج المبكر وحرمان المرأة من الميراث. فكل دي أشكال من الأشكال المختلفة اللي بتواجه المرأة في المجتمع، وخاصة في إقليم جنوب الصعيد، واللي على الإعلام إن هو يحاول يحلها بمنظور مناسب جدا لطبيعة هذا المكان. تبادل الخبرات الإعلامية ومعالجة مشاكل المجتمع لقضايا السكان التي أصبحت من أهم مشكلات المجتمع في مصر، ومحاولة إيجاد حلول لها من أهم أهداف هذه الدورة.